السلام عليكم إخواني وأخواتي من جديد. كان عاود نرجع باش نكمل المحتوى ديال ذاك. إذا كاين بعض الناس سمحهم الله كيقرنوا القجاع وأخنوش والأحزاب والحزب ديالهم بسميتو. كاين خاصة شفت أنا بعض الصور في الفيسبوك دوك الدباب الإلكتروني ديال أخنوش او الناس اللي كيديروا ليه لا بيبليسيتي كيقرنوا كيلصقوا داروا واحد دي فوتوشوب على ان اخنوش كيهني الوداد. واخنوش ما عنده حتى علاقه بالوداد. اخنوش عنده شركه ديالو افريقيا اللي كتسبونسوريزي يعني اللي هي ممول ديال المستشار ديال البطوله الوطنيه مع انوي. هي ثاني من بعد انوي. اخنوش كيعاون فريق الرجاء بحكم ان سواسه دائما كانوا كيعاونوا فريق الرجاء. يعني الاموال ديال فريق الوداد كتجي من عند الفاسه ديال الدار البيضاء والرجاء كيجيو اغلبيه الاموال ديالها والتمويل ديالها كيجي من عند سواسه ديال الدار البيضاء. يعني دائما في اطار ذاك الصراع الشريف اللي كان دائما في الدار البيضاء ما بين ماشي اللي هو اللي عنده علاقه بال الظهير البربري ولا سميتو. الحمد لله الفاسه والشلوح وزيان والمغاربه الحمد لله كلهم كانوا متوحدين حول المغرب الموحد والحريه والاستقلال من الاستعمار الفرنسي. والشلوح ناضلوا الى جانب فواسا الى جانب ريافه الى جانب زيان الى جانب صحراوه كلهم ناضلوا من اجل الاستقلال ديال المغرب. اذا معروف بانه اخنوش كيعاون الرجاء وبحال كاع سواسه بحال الصويري بحال اكوزال بحال ملي كانوا باقيين حيين الله يرحمهم مساكن. معروف هذه من قدام الزمان. اذا ربط اخنوش بالوداد انا لا ارى له صدق ولا حقيقه. يعني هذه تفاهات. انسان بغى يركب دابا على هذه الموجه ديال هذا الاوفوري ولا هذه الغبطه اللي كاينه في المجتمع المغربي اللي الوداد والرجاء وبركان بغاو ينسيو بها المشاكل. وهذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر عليه. غادي نهضر عليه من بعد. غادي نكمل بسرعه باش اسميتو. كذلك كما قلت لكم دونك لا 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 القجع ما عنده حتى علاقه بالوداد. وديك السيمانه والاسبوع اللي دوزات الوداد واللاعبين ديال الوداد واحد الاسبوع كان مشاو دوزوه في المركب ديال المعموره ديال الرياضه اللي تبنى جديد اللي تابع للفيدراسيون اللي هو في واحد المستوى عالي جدا من المستوى الاوروبي. ويعني الوداد ما كانت محتاجه لهذاك داك السيمانه مشات دوزات تما. كان بامكانها تمشي دوزها في مراكش ولا في الدار البيضاء ولا في داك. كاين كومبلكسات ولا في اكادير كاين كومبلكس هنا في اكادير وتمشي للوطيل وتسميتو. يعني ما الدراري ما كانوش الدراري كانوا مبوستين من عند الله. ما ملي كتوصل الفينال مع الاهلي راه غادي تحط ريتك غتحطها. والطريقه باش لعبوا الوداديين هي الطريقه باش كيلعبوا دائما هي الطريقه باش لعبوا كونتر بيترو اتليتيكو في 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 في, في 37 درجه ديال الحراره في في فسميتو في انغولا. هي الطريقه باش لعبوا كونتر الزمالك الي ايروتور. هي يعني مع الناس ولات كتربط هذاك الطريقه باش تلعبات والطريقه والخطه وسميتو بالقجع. ما فهمتش انا واش يعني مسكين القجع هو غارق في التير ديال الفيدراسيون وعنده مشاكل مع المنتخب وتاهل المغرب بطريقه بائسه فسميتو بالحظ ديال القرعه اللي جابته مع الكونغو فسميتو. والمقابلات ديالو كلها خادها في المغرب يعني ما خادهاش في الادغال الافريقيه. وكاين مشاكل كبيره دابا كاين واحد السخط كبير على هيلوفيتش وعلى القجاع وعلى الجامعه فيما يتعلق بالمنتخب. اذا الوداد سيت اون افير دو فامي سيت اون افير بيرسونيل. يعني هي مساله عائليه ما بين الوداديين وما بين الوداديين. ماشي العائله غير في الدار البيضاء ولكن في المغرب باسره لان هي وداد الامه وعندها محبين في المغرب الحمد لله كله بحال الرجاء. يعني الشباب اللي كيهتم بالكره في المغرب كيهتم بها. يعني كلهم هما مقسومين ما بين الوداد والرجاء. يعني ما كاينش شي فرقه اخرى. يعني ان انسان كتلقى تيبغي الحسنيه وتيبغي الوداد ولا تيبغي الحسنيه وتيبغي الرجاء. انسان كتلقى تيبغي الماس تيبغي الوداد تيبغي الماس تيبغي الرجاء. الطنجاوي كذلك. يعني الفرق الناس كيبغيو الفرق ديال مدينتهم وكيزيدوا اما الوداد اما الرجاء وبطريقه متساويه. يعني قد هادو يعني ما كاينش فرق. والحمد لله الرجاويين الوداديين خوت. الله يبعد عليهم غير الفتنه ديال هذا العصر اللي كيبغي يدير من التوتر ما بين الجماهير ما بين داك. غادي نرجع قبل ما ندخل في صميم الموضوع غادي نرجع لواحد النقطه اخرى. البارح بارازار كنلقى واحد الفيديو ديال واحد مجموعه ديال اليهود في الدار البيضاء في واحد البار
بار يهودي اللي انا كنعرف، عرفت هذاك البار، والسيد اللي مشدود في الصوره عرفته لانه هو ولد الحي ديالنا، بلا ما نذكر الاسم ديالو، ولكن محبوب علينا عندنا لانه رجل طيب وشاب لطيف، ولكن للاسف هو عنده مصالح وعنده واقع ربما عنده ربما علاقات عمليه مع اليهود ديال المغرب واليهود ديال الدار البيضاء، لان كتعرفوا بانهم هما باقي متحكمين في بعض الميادين خاصه الصادرات والواردات، هو كيشتغل في هذاك الميدان. وشفت هذيك الفيديو محيحين وكيغنيو الوداد وكيشد راسهم كيشجعوا الوداد. انا غير اللي بغيت نوضح، والاخوان كلهم كنتمنى يفهموا القصد ديالي وما يطيحوش في الفخ. الوداد ما عندها حتى علاقه باليهود، اليهود المغاربه ناس طيبين، كاين بحالهم بحال المسلمين، كاين فيهم ناس طيبين اللي مواطنين وكيحبوا المغرب ومغاربه وتزادوا في المغرب وابائهم واجدادهم في المغرب منذ سنين او منذ قرون، يعني ما لا انا لا اناقش هذوك اليهود، لان كاينين يهود اللي كيحبوا المغرب اكثر من بعض المغاربه، لان كانوا مسلمين خوانا وكانوا في الموحد ديال الحسن الثاني والموحد ديال محمد الخامس، واستولوا على المناصب واستولوا على الخيرات واستولوا على الفيرمات واستولوا على ذاك، وكاينين يهود اللي كانوا يهود مغاربه كانوا بحال سيمون ليفي بحال سيدون اسيون اللي ما كيعترفش كاع هو باسرائيل وبالصهيونيه وبحرب، وكيحارب سيون اسيدون اللي معروف اللي هو شاب اللي عنده حوالي تقريبا 61 سنه من الجيل ديالي، واللي اللي رجل اللي كيناضل من اجل الحقوق ديال الشعب الفلسطيني وما كيعترفش باسرائيل وما كيعترفش بالكيان الصهيوني. كاين سميتو كاينين يهود بزاف اللي مقاولين في الدار البيضاء ودايرين شركات ومخدمين الناس وناس اللي منتجين للبلاد وكيديروا البلاد. كاين هنا في اكادير نيت عندنا حنا هنا، كاين هذاك مراش اللي عنده فنادق ومخدم الناس، والناس اللي كيخدموا معاه كلهم كيشكروه، كيقول لك بانه كيعطي الناس الحقوق ديالهم، يعني كتعرفوا الميدان ديال الاوتيليري راه كيحرتوا على بنادم، راه بنادم دايرينه بحال العبد. كاينين اوتيلات ديال المسلمين وديال المغاربه، مسلمين وعرب ولا شلوح ولا سميتو، وكيضيعوا الخدامه ديالهم وكيجريوا عليهم وقت ما بغاو يخدموا وقت ما بغاو، واللي كيخدم مع مراش كيخدم في ذاك في لاشين ديالو ديك الريو اللي معروفه اللي هي شين اسبانيول، ولكن هو اللي مستثمر بها هنا بالاسم ديالها، مستثمر هو هنا في المغرب، عنده جوج اوتيلات وعنده في مراكش وعنده في سميتو. اذا اليهود المغاربه انا ما عنديش معاهم مشكل، اليهود اللي ما منخرطيش، لان كاين فيهم ثاني اللي منخرطين، كاين فيهم عملاء ديال اسرائيل، كاينين في الصويره، كاينين ذاك راه معروفين العملاء ديال اسرائيل وديال الصهيونيه، راه معروفين، راه كاينين في الدار البيضاء، كاينين في اسفي، كاينين في الصويره بزاف، كاينين في سميتو. اذا هذيك الفيديو اللي كتقول بان اليهود كيحتفلوا، اذا كانوا يهود مغاربه كيحتفلوا باسم سميتو، ولكن انا ما نبغيش هذيك الفيديو. الاخوان كاين الاخوان الله يهديهم سامحهم الله كيربطوا الوداد باليهود وكيقولوا بان اصل المؤسسين ديال الوداد كلهم يهود، وبانه حقيقه الدار البيضاء هي الدار البيضاء اصلا كلها راه كلها مدينه ديال اليهود، وكانوا فيها اليهود راه كانوا هما اللي كانوا ساكنين في كاع دوك شارع اون جونفيي وشارع اللياقوت شارع الرشيدي شارع دووردو جيت سينما فيردان جيت سميتو لا سيناغوغ اللي كانت حدا بنت اوميرت، يعني اليهود راه هما عندهم جزء في الدار البيضاء، خاصه كاين فيهم اليهود اللي مغاربه اصليين وكاين فيهم اللي جاوا مع الاستعمار الفرنسي، يعني جاوا من اللي جات الحمايه جاوا باش يديروا مؤسسات اقتصاديه وباش يتغناوا باش سميتو. اذا الى اليهود احتفلوا بسميتو الله يجازيهم بخير وبصحتهم، رغم انه ما عمرنا حنا شي يهود شناهم داخلين التيران وهازين الدرابوات ديال الوداد وكيغنيو الاغاني ديال الوداد، حنا دائما كنهضروا على مغربيه اليهود وما تنهضروش على اشنو كيديروا اليهود، واخدين المناصب العليا اللي خلاتها لهم فرنسا في الميدان التجاري والميدان الصناعي وفي الامتيازات اللي خلات لهم فرنسا اللي جابتهم. اذا ما عمرنا شنا يهودي راكب في كاميوت الزبل كيجمع الزبل، ما عمرنا شفنا يهودي كي مثلا الشيفور ديال الطوبيس ولا يهودي كارديان ديال الطوموبيلات ولا ذاك، يعني الا كان تمغربي ترى عند السيرور وعند الانجينيور وعند الدكتور، ماشي عند لاكريم ديال المجتمع ولا النخبه ولا سميتو. اذا الاخوان اللي غادي يبغيو يربطوا هذه القضيه ديال ان راه اليهود ان الوداد اصلها يهود، راه اصل الناس اللي اسسوها اللي اسسها هو السي احمد بن جلون المرحوم، احمد بن جلون الحاج تنقولوا الحاج احمد بن جلون ابن العائله ديال بن جلون اللي
منهم وحدين سناو في وثيقة الاستقلال، ومنهم ناس اللي كانوا مناضلين والناس اللي كانوا ذاك، وناس اللي رفعوا النضال ضد فرنسا وضد المستعمر باسم الإسلام، ماشي بغاو فرنسا يمشيو باش يخليو لهم الخيرات ديالهم. كاينين فواسا اللي مشاو واستافدوا من الديبار ديال ذاك وتغناو، كاينين سواسا اللي تغناو، لان مثلا ملي كيجي بوات ملي كيجي اخ نوش وتيقول لنا ذاك الناس اللي كاع اللي شد الاستقلال وخداو دي زونتربريز اللي كانت اللي خدات ذاك، لا منهم لا بوات اخ نوش، لا مسعود غوزال، لا عثمان بن جلون، لا سميتو لا الدرهم في الصحراء، لا الجماني اللي خداو الشركه ديال البترول اطلس الصحراء، ولا الاخرى بينا ولا سميتو. دونك هادو كلهم ناس اللي خداو داكشي اللي بقى على فرنسا، سواء بمساعده من الحسن الثاني اللي بغى يعطي داك الغنيمه ديال الاقتصاد اللي خلات فرنسا والمؤسسات اللي خلات فرنسا الاقتصاديه، بحال كي موقع الاونا تاع هي راه خدات العائله الملكيه اللي كانت فيها تقريبا شي 20 ولا 30 مقاوله اللي كانوا في كاع الميادين، يعني في سونترال ليتيير، براسري دي ماروك، كوزيمار، بيجو، ستروين، سميتو بيرلي، سميتو عثمان بن جلون دخلوا فولفو في العهد ديال فرنسا، عطا الله الساتيان فهي كانت مع دلونا، وزيد وزيد وزيد. اذا باش الانسان اللي بغى يربط ذاك راه ما عندوش الحق، لان اليهود المغاربه بغاو يحتفلوا بالوداد، بغاو يحتفلوا بالراجا، بغاو يحتفلوا بذاك صغرهم هذاك، ولكن الوداد راه فرقه ديال الوطنيين وديال المسلمين وديال المغاربه اجمعين وديال العائلات البيضاويه، العائلات ديال الناس اللي كانوا في المدينه القديمه في درب التازي وفي عرس الزرقطوني. الوداد هي راه ماشي عيد ديال الفواسه، ديال الفواسه اللي كانوا في درب التازي، اللي منهم السي محمد بن جلون، منهم العائله ديال المكوار، الناس المقاومين، ومنهم العائله ديال المكوار راهما حتى هما فيهم وحدين، فيهم واحد اللي مسيني في وثيقه الاستقلال السي محمد بن جلون، العائله ديال الدبلالي، العائله ديال السنتيسي، العائله ديال داك، هذو كلهم عائلات مسلمه وكلهم تراسوا ذاك المرحوم جدايم، الفشتالي، هذو كلهم عائلات عريقه في المدينه القديمه. كاين عائلات اخرى ديال المسفيويين اللي لان كاين علاقه وطيده ما بين الناس ديال اسفي والناس ديال الدار البيضاء ديال فاس، لان المسفيويين كلهم جاوا من جابتهم فرنسا وجابهم ليوطي من اسفي، لانهم ما كان عندهم سبق في الميدان ديال الموانئ وكانوا عندهم معرفة بلداك، على رأسهم الجنرال اللي كان اللي هو ولد أسفي اللي كان جنرال ديال لاماري رويال، سميتو الله يثبتنا على الشهادة، اللي كان هو جنرال ديال لاماري رويال، واللي كان هو الثاني من بعد عبد العزيز بناني، سميتو المهم راه هو ولد اسفي، راه معروف، راه كان هو كان غير سيفيل، ودار المدرسه ديال البحريه يعني سيفيل، يعني داكشي ديال البحاره، ومن بعد بقى كيتسلق حتى وصل لذاك، وكان تبارك الله كيقرا مزيان، وسميتو ولا جنرال ديال لامارين رويال، غنتفكر السميه ديالو، الاخوان راه كيعرفوه، اللي كان هو الجنرال ديال سميتو ولد اسفي، بيور يعني فري مسفيوي، والناس ديال اسفي ديال الدار البيضاء القديمه ديال سيدي بليوط، وديال راه كانوا اغلبيتهم اما لان المدينه القديمه، المدينه ديال الدار البيضاء كانت مقسومه على ثلاثه ديال الجهات، كانوا سواسا جهه جامع شلوح اللي هما اللي جابوا السلطان محمد بن عبد الله من بعد ما بناوا الصويره، وبناوا الدار البيضاء على غرار مدينه الصويره كميناء، وبناوا المحمديه اللي كانت ديك الساعه سميتها فضاله، داكشي علاش تسمات المحمديه نسبه الى محمد بن عبد الله، السلطان محمد بن عبد الله. اذا سواسا كانوا هما الاولين جاو، وجاو فاسا وكانوا اليهود، وكان كل كانت الملاح ديال اليهود، وكانت الدار البيضاء كانت الدار البيضاء محصوره داخل السور، يعني انتراميروس كما تيتقال في المصطلحات ديال التمدين، يعني المدينه اللي كتكون داخل الاسوار، بحال باريس انتراميروس، بحال لندن انتراميروس، بحال روم انتراميروس، يعني كتكون المدينه داخل الاسوار باش كتحميها من الغزوات ديال مثلا ديال الاعداء ولا ديال البربار ولا ديال سميتو. اذا الدار البيضاء داخل الاسوار كانت كلها فيها ثلاثه اربعه المناطق تقريبا اللي كانوا مهيمنين فيها، كانوا الناس ديال اسفي، كانوا فاسا، كانوا اليهود، كانوا الشلوح،
وكانوا مراكشيين، مراكشيين تما عندهم واحد لومبرينت تما، وكانوا ناس اخرين اللي جاوا من بعد السرغنا، من بعد الناس ديال وجده، من بعد الناس ديال 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 سميتو ديال شمال المغرب اللي كانوا اغلبهم كيمشيو بزاف للرباط، لان الناس ديال تازا وديال وجده وديال بركان ديال داك كانوا عندهم شويه ديال السبق في الميزان ديال التعليم، وكانوا كيمشيو بزاف، كانوا الفرنساويين كيروكريتيهم بزاف في الاداره العموميه في الرباط. داكشي علاش كتلقى الرباط فيها الوجديين بزاف والتزاويين والناس ديال الشمال تطوان وطنجة وسميتو. إذن غادي نسالي دابا مع هاد النقطة ديال ربط الوداد باليهود، اليهود المغاربة، وواحد التوضيح مهم بزاف. الناس اللي كتهضر على اليهود المغاربة، اليهود المغاربة دابا حاليا راه ما فيهش العدد ديالهم، ما فيهش 1000 يهودي اللي كاينة في المغرب كامل. إلا درتي إحصاء، راه كاين إحصاءات دارت في لاسميتو في الهزيمة ديال 67 كانت بقات كانت 300,000 قبل من الاستقلال ديال المغرب. نهار 1956 راه كانت هادشي كلشي. قلت انا في التاريخ ديال اليهود المغاربة والاساطير ديال اليهود المغاربة، قلت بانه في النهار شد المغرب الاستقلال كانت 300,000 على تقريبا نسمة ديال 12 مليون ديال المغاربة، يعني ما كيتجاوز العدد ديالهم 5%. ومن بعد سميتو اسمحوا لي، من بعد الاحداث ديال الحرب العربيه مع الكيان الصهيوني تقلص هذاك العدد ل 3000 اللي كانت في 67، يعني في الحرب العربيه الاسرائيليه الصهيونيه. اذا ومن بعد في اخر ذاك كانوا تقريبا شي ما فيتش العدد ديالهم 3000، وكلهم اغلبيتهم 99% ديالهم كونسونطرين في الدار البيضاء، وكاين باقي شي وحدين كاينين هنا في اكادير. يعني اليهود ديال المغاربه راه ما كاينش شي وزن كبير باش يقول لك راه مؤثرين ولا داك، هما عندهم وزن في الاقتصاد وفي التحكم في اليات الاقتصاد، خاصه اندري ازولاي وسيرج بيرديغو والناس اللي مقاولين مستثمرين في الاقتصاد المغربي. إذن هادشي اللي كاين، دونك لا داعي باش نبقاو نكثروا الضجيج على أن اليهود راه عندهم وزن، ولا أن التشجيع ديالهم غيأثر على أي فريق ولا داك. والفريق في الدار البيضاء اللي معروف، الناس ديال البيضاء والقدم اللي كيعرفوه، اللي هو اللي ديال اليهود أصلا، كاع اللي هو أصلا ديال اليهود، هو فريق الراك. الراك كان فريق ديال اليهود أتيتري، يعني باش إنسان يجي يقول لك حكا يجينا مثلا دابا واحد رجاوي لأنه هو حاقد على الوداد، يقول لك يلوح لك واحد في الفيسبوك ولا في اليوتيوب فيديو ولا منشور يقول لك بأن راه الوداد فريق ديال اليهود، لأنه راه عندهم مع التطبيع وعندهم هادي ومع داك. الوداديين بحالهم بحال كاع المغاربه، رافضين التطبيع. اللي رافضوا كاين اللي رافضوا علني، وكاين اللي رافضوا مسكين بالكتمان لانه ما خايف ولا سميتو، رافضين التطبيع، رافضين العلاقات مع 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 العلاقات مع سميتو، ومقتنعين منهم. انا على راسهم، انا مقتنع بان الصحراء مغربيه بدون التدخل لا ديال اسرائيل ولا ديال الامريكان ولا ديال داك. والموساد والصهاينه راه سبق لهم قبل كاع ما تحرر الصحراء، في 63 كانوا تيهددوا النظام ديال الحسن الثاني وكيداك باش يعطيهم اليهود يديهم لاسرائيل، لان اليهود ديال المغرب ما بغاوش يمشيو لاسرائيل، والحسن الثاني ما بغاش يخليهم يمشيو تحت الضغط ديال المقاومه المغربيه والوطنيين المغاربه، ما بغاوش يخليو اليهود يمشيو لاسرائيل باش ما يستولوش على الارض ديال الفلسطينيين. وسميتو واليهود المغاربه اذا كما قلت لكم كان عندهم الملعب ديال بيرجيكو هو ديالهم، وكان لانه هو كونسيس هو اون كونسيسيون من عند المدينه ديال الدار البيضاء، لان هي ارض مكريه. وفريق الراك كان هو فريق ديال اليهود، ومن بعد من يمشاو خلاو لهذاك ميندوزا، وكنعرفوا بان ميندوزا عبد الحق ميندوزا اللي كنحترموه هو الرئيس ديال الوداديه ديال المدربين، هو عنده علاقه مع هما العائله ديالهم كلها، لانه هو كيجي مع تولد عمو ولا خو ولا ما كيجي بن عبد السلام اللي كان عنده كاع الكباريات ديال الدار البيضاء ديال عين دياب، وكان عنده ويشيطا، وكان عنده لاطيراس، وكان عنده الشونزيليزي، وكان عنده، لان بن عبد السلام كان عنده علاقه وطيده مع اليهود ديال الدار البيضاء، وكان عنده علاقه وطيده مع الفرنسيين ومع المخابرات ومع سميتو، وكان عميل ديالهم وكان سميتو. وملي مات قبل بعدا ملي شدينا الاستقلال، استولى على كاع داكشي اللي خلاته اليهودي اللي
اللي مشى كيخلي ليه كيبيع ليه داك الكباري ديالو ولا داك البار ديالو ولا سميتو بحال بحال الحاج بريك اللي كان عنده بارن بيتش بحال كاع دوك اللي كانوا كيشتغلوا في هذا الميدان ديال حشاكم ديال القواده وديال 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 الكباريات وديال السطيح والرديح. اذا فريق الراك هو فريق ديال اليهود. هذه ما يحيدهاش شي واحد، هذه معروفه تاريخيا، الناس البيضاوه الاصليين تعرفوه. هذا الشيء انا الله يرحمه الوالد هو اللي كيعرفه مزيان، لانه هو كان عاش هذوك الناس وعاش معاهم وكيعرف كيعرف بن عبد السلام، وكان ايامات الجاهليه هو كيمشي عنده لاطيراس، وفي لاطيراس اللي كانت حدا الكباري اللي كان حدا كانت فيه فاطمه بنت الحسين، وكان حدا الباب ديال الباب كان حدا الميناء ديال ميناء كازابور، وكان مات فيه واحد البوليسي باش كانت تسد، كانت تضرب فيه واحد البوليسي ما عرفش كي ضربو ومات، ومن تما تسد ما بقاش تحل صافي من تما تسد. كان حدا داك السيمان كلوب، السيمان كلوب داك النادي ديال البحاره اللي كيجيو ليه البحاره اللي كيدخلوا في الميناء كيجيو يشربوا فيه ويريحوا فيه وسميتو. اذا هادشي اللي كاين، دونك لا داعي لاقحام اليهود في النجاح ديال ذاك. وكما قلت في الفيديو الاول، النجاح ديال الوداد في هذا الكاس كيرجع بالاساس للوفاق الوفاق ولا ديك لونطونت وديك لا سامبيوز اللي وقعت، يعني ذاك الوئام اللي وقع ما بين سعيد الناصري والوينرز. الوينرز كيلبي لهم اللي كيطلبوها، كيلبيها لهم، كيدير لهم خاطرهم، كيجيب اللاعبين، كيجيب الفلوس، كيتضارب، كيتقاتل، وراسه صغير، انسان ماشي اروغون. كان نفس لا سامبيوز ونفس الوفاق كان ما بين اكرام وما بين هو كان راجل طيب وما بين الوينرز، ولكن في الاخر غضب عليه الوينرز لانه دخل في شي شبوقات ودخل في شي خواضات ديال اللعابه وفي سميتو ما بقاش كيعطي النتائج. وتا هو كان دار نتائج مزيانه، كان جاب واحد البطوله وجاب واحد وتاهل النهايه ديال الشامبيونز ليغ مع ضد الترجي، وخسر غير بجزئيات صغيره لانه كان بامكانه يربحوا هذيك الوداديين، كانوا تصيدوا في الملعب ديال دونور في لالي، وفي الروتور سميتو ربحوهم سميتو. اذا هادشي اللي كاين. اذا النجاح ديال الوداد بفضل اللاعبين بيان سور، لان اللاعبين كيتبدلوا، ولكن الاجيال كتبدل. هيا دابا الوداد بحال ريال مدريد، يعني مشى الجيل ديال راموس وديال رونالدو وديال سميتو، وجا جيل اخر جديد وباقي داك، لان داك النوايو دير باقي هو هو. كذلك الوداد مشى الجيل ديال العطوشي وديال نصير وديال رابح وديال نقاش وديال السعيدي وديال الكرتي، وجا دابا جيل جديد اخر اللي داك اللي تهيأ. هاد الجيل هذا راه تقريبا دابا 4 سنين هادي هو كيتهيأ، وملي تهيأ راه جا الركراكي، وكما قالوا لقى الدجاجة بكمونها، وصدق الركراكي هو العملاق، هو العليم، هو ذاك، وكيخرج لنا بديك التصريحات ديالو ديال الأتاء 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 الأتاء، أنا ما عرفتش الأتاء الأتاء الأتاء. المهم أنت داك الشيء شغلك بينك وبين الصحافة، الصحافة مرايقية وعينيهم فيك، خصهم تاهما يبيعوا تاهما المواقع ديالهم ويبيعوا الورق ديالهم ذاك. ولكن الركراكي راه ما عطا والو للوداد، ما جابش حاجة جديدة. دار انا الوداد راه واقفه، الدراري اللي في الوداد راه كانوا من ذاك العام راه الوداد كانت عندها ازمه في العهد ديال الناصري، 7 سنين ديال العهد الناصري كان عندها ازمه ديال اريار غوش، ما كانش عندها هو جا سميتو العملود سد هذيك الثقبه، ما بقاتش عليها الهضره. هذيك كان تيلعب فيها ذاك كاداري مسكين ما عندوش، دري مسكين ما يقدرش يفوت الامال. عندك كان فيها لعب فيها واحد الوقيته هذاك ديال الفتح سميتو اللي كان اللي مشى دابا للرجاء، كان هو اريار دروا وكيلعب ايليا دروا، كان هو اريار دروا كيلعب اريار غوش، وكيلعب سير لو موفي بي ديالو اللي كان ناهيري اللي كان لاعب زوين وعطى الوداد، وحاليا راه كيعطي للرجاء، ودري زوين تبارك الله عليه، واخا شويه مسطي لانه هو اللي كان خرج على الوداد في هذيك الريمونتادا ديال كاس العرب كاس الامارات. اذا هادشي اللي كاين. اذا النجاح ديال الوداد في 7 سنين الفضل فيه الوينرز والناصري اللي هما بقاو في هاد 7 سنين، يعني بقاو هما اللي ما تبدلوش، تبدلوا اللعابه، تبدلوا لي زونترينور، تبدلوا جا عموته ومشى، جا البرزارتي ومشى، جا سميتو غاريدو ومشى، جا داك السيربي ومشى، جا سميتو عير هو عموته
كوتا وسميتو كيجيو في واحد لو مومون بروبيس يعني واحد الوقت اللي كيكون فيه الجوك طالع وكي فهمتي كيجيو من اللور وكيعاودوا مطره كما كيقولوا هادشي اللي كاين. اذا دابا هضرت على الوداد بما فيه الكفايه وباسهاب دونك انا اللي بغيت الموضوع الاساسي اللي بغيت نهضر عليه واللي غادي نهضر عليه في هاد البقيه ديال الوقت اللي غيبقى ليا بقات لي واحد 6 ديال الدقائق ومن بعد غادي نرجع عليه بالتفصيل هو المشكل ديال واش هاد الانتصار ديال بركان وديال الوداد صافي غادي يخلينا حنا هما عظماء العالم وعظماء افريقيا وتحدينا مصر ولينا احسن من مصر وحنا احسن من فرنسا وحنا بحال 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 الدول المتقدمه وداك واش هاد الكاس نساتنا غير البارح راه وليداتنا كيموتوا في كيهرسوا في الطوموبيلات وليداتنا كنقولوا وليداتنا يعني ماشي ولاد الحرام ولا ولاد الاحياء المكحطه ولا ولاد هادو ولادنا اللي الدوله فرطات فيهم وعائلاتهم بسيطه وما عندهاش امكانيات وسميتو وكيخرجوا من الاحياء الشعبيه من الضواحي ديال الدار البيضاء ومن الضواحي ديال اكادير وكيجيو مسكن باش لان ربوهم على ان وراء الكره ولات عباده وبان الكره ولات هي اهم من العائله واهم من الام واهم من الاب. هذا هو المشكل ديالنا في المغرب. عطينا الشباب ديالنا الوهم ان الكره ولات عباده ولات داك حتى انك وليت كتشوف ناس بعقلهم وكيديروا واحد الطريقه هيستيريه باش كيشجعوا الفرقه لا داخل الملعب ولا في المقاهي. كيبان لك الراجل مريح داك بعقله حتى كيبان لك قلب الطبله ولا شير بكاس ولا بدا يغوت على بوحدو ولا في الشارع ولا في سميتو. اذا انا اللي بغيت نهضر عليه هو بغيت نهضر على الناس اللي وهموا الشعب المغربي اللي كيحاولوا يوهموا ماشي الشعب المغربي كله لان 40 مليون ديال المغاربه راه يلاه كاين تقريبا واحد 3 مليون اللي كتهتم بالرياضه بواحد الطريقه واحد الطريقه عميقه يعني اللي فيهم هاد المشجعين ديال الافراقي لا الوداد لا الرجاء لا الماس لا طنجه لا تطوان لا اكادير لا برشيد لا جديده لا سميتو لا في البطوله القسم الاول والقسم الثاني ولا في الهوات ولا في ذاك يعني الكره ولات الناس بغات دير منها عباده ولكن الناس راه ماشي كلشي راه كاينين الناس راه يلا ميم با واحد 3 المليون من 40 يعني ميم با واحد ما وصلش 3% ديال الشعب المغربي اللي كتهتم بالكره القدم واللي ذاك ما الناس راه مديها في شغلها مديها في سميتو ديالها. واللي كيضرني واللي كيألمني هو اننا كتسمع مثلا الصحافه ولا كتسمع دوك الابواق ديال اللي كتطبل كتقول لك واه الوداد واه بركان فرحات المغاربه. واش بركان دات كما تيقولوا لي هما البركانيين القلوش دات القلوش يعني قلوش يعني الغراف دات القلوش ديال 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 افريقيا وفرحات المغاربه. واش المغاربه غيبدا يجيهم مع الصباح كل صباح غيلقى يحل الباب ديالو غيلقى واحد 5 كيلو ديال الليمون باش يعصر لوليداتو ولا سميتو. واش فرحات المغاربه غادي تحيد لهم تنقص عليهم الفلوس المازوط. واش المغاربه فرحات المغاربه غادي تنقص عليهم الغلاء ديال المعيشه. واش غتقري لهم ولادهم واش غتوفر لهم السكن والصحه وداك هاد البركان اللي دات. واش هاد الوداد اللي دات داك الوداد اللي انا كنشجعها ولكن واش هاد الكاس هادي اللي مشكورين عليه الطريقه باش لعبوا والطريقه بالاداء والتنظيم اللي كان في الملعب والوعي اللي كان عند الجمهور وكنحيي بالمناسبه الناس ديال السلامه وديال الامن وديال البوليس الناس اللي كيديروا مجهودات مساكن وكيتكرفصوا البوليس واقفين ولابس التوني والحال سخون والبرود كان والماكله ماشي هي هذيك والحاله ديال الحاله النفسيه صعيبه والتعليمات كتجي من الفوق وشي حاضي شي وسميتو. تحيه لهذوك الناس ديال الامن لا القوات المساعده ولا القوات ديال السيمي ولا القوات ديال البوليس ولا الناس ديال لا سيركيلاسيون اللي مسكين حناكو قراصتو كيتنفخوها بالصفاره وسميتو. اذا تحيه للناس ديال الامن الناس ولاد الشعب اللي كينظموا الشعب وكيحميوا الشعب قبل ما يكونوا في بعض المحطات كيكونوا ضد خصهم يطبقوا القانون وكتفرض عليهم انهم يطبقوا بعض الاشياء كان الضرب ولا كان عنف ولا كان سميتو. ولكن هذه داخله في سميتو هما كيحميونا وملي كيوقع اصطدامات مع ذاك راه كيديروا الواجب ديالهم وذاك الاوامر ديالهم اللي هما من اجلها هما خدامين في, 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 في الامن وفي البوليس. اذا هذه القضيه ديال الموضوع اللي بغيت نطرح هو القضيه ديال انه الوداد والرجاء والجيش والبركان والحسنيه ملي كتادي شي كاس ولا شي حاجه راه فرحوا المغاربه. ما عرفتش انا فرحوا المغاربه انا ما كنفهم فيها والو. وكنشوفوا شي اساطير كيوليو ناس كيولي اخنوش هو لو سوفير دو لا ناسيون كيولي
كيولي القجع هو لو سوفير دو ناسيون، كيولي حسني بن سليمان اللي هو نورمالمون هو جينيرال ديال العسكر خصو يمشي يديها في العسكر ويدير يكونترولي العسكر ويقلب على الانفلاتات اللي كاينه ويشوف واش العسكر ديالنا دائما اجور واش دائما سميتو، وكيعطينو رئاسه ديال داك كيولي سميتو فيصل العريشي داك، وشكون اللي كيرجع هاد الناس هادو كيرجعوا اساطير وكيرجعوا اولياء الله وكيرجعوا هما الناس ديال الاعلام، الناس ديال الاعلام. وهذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر عليه، بغيت نهضر على هاد الاعلام ديالنا، هاد الاعلام المرقاوي ولا هاد الاعلام ديال التطبيل اللي كيرجع بانه راه النجاحات ديالنا في كره القدم راه هي نجاحات ديال المغرب، وان الصوره ديال المغرب، وان راه الصوره ديال المغرب راه الا كان في نهار غادي تدخل، الا كانت في هاد السيمانه خرجت الصور ديال التنظيم وديال التيفوات وديال سميتو، راه في نفس اللحظه راه خرجوا صور اخرى ديال 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 الجوع، ديال الناس ناعسه في الزنقه، ديال الفساد، ديال الرشوه، ديال المشاكل كتوقع في التسيير ديال المحلي، الهجره السريه، المغاربه اللي مساكن مغضوب عليهم في الدول الاوروبيه وخاصه في فرنسا واسبانيا، اللي كيتعاملوا بطريقه عنيفه وبطريقه عنصريه، المغاربه اللي باغيين يهربوا من البلاد، اللي باغيين يخليوا بلاد زينه بحال هذه، الارض ديالها زينه والشعب ديالها طيب، المغاربه ناس طيبين طيبين، ما يستاهلوش هاد الناس اللي كيحكموهم، الحق يتقال، ما 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 الناس ما كتستاهلش الناس اللي حاكمها، والله ياخذ فيهم الحق، هادشي اللي كاين. اذا انا غادي الموضوع اللي بغيت نهضر عليه هو هاد القضيه ديال الاعلام، الاعلام المرقاوي، وغادي ناخذ بعض النماذج اللي هي مشهوره بزاف، غادي ناخذ واحد النموذج، واحد ثلاثه د النماذج اللي هما دابا اللي كيحاولوا يديروا راسهم بانهم راه في خدمه الوطن وكيهضروا على الوطنيه وكيهضروا على هذاك، غادي ناخذهم اللي هما معروفين، لكن كثار هما بزاف، راه كثار، كاين لينو باكو والراديو ديالو ديال مارس، وهو هذاك هشام الخليفي مع تحت الاستثمارات ديال سميتها بوعيده، مبارك بوعيده وعائله بوعيده اللي معروفه، عائله ديال الوطنيين من منطقه قلميم اللي هي اللي جابت لهم الرخصه. كاين ذاك المغودي، ذاك البليد، ذاك الكاسول اللي كيعتبر راسو هو لو بلوز انتيليجون في الصحافه المغربيه، كاين ذاك اسامه بن عبد الله، كاين سعيد الطوق اللي كبر وهتر، كاين ذاك. اذا غادي ندوز للفيديو اخر باش نهضر على هذه المواضيع، غنكمل في هذا الفيديو لان قربت سالي، وشكرا لكم، موعدنا في الفيديو الثالث ان شاء الله.